call me a god. مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو راح اتكلم فيه شوي عن المصانع اللي شغلناها وشغلنا عليها بعض السفن. في هنا عندي مصنع، هذا المصنع بالذات مشغل عليه سفينة بليفل 7، او اتوقع كان المطلوب مني ليفل 7 لاني العادة قبل ما احط سفينة اقل من مستواها، فكان مطلوب مني ليفل 7 بس بعد فترة يبدو انه تغير. شوف مثل هذا ليفل 7 وبعد فترة تغير الليفل وصار ليفل 9. فهنا يبدو اني لازم اصلح السفينة بالمبلغ هذا، وطبعا توقفت عندنا العملية. الحين هذا السفينة لازم اني ارفعها للليفل 8، فاحتاج اني اغير شيء في السفينة، او اني يعني اطور السفينة، او انه يكون في بعض البحث عن هل هذه هي السفينة اللي كنت اتكلم عنها؟ ما كانت الباروكانج؟ نتأكد منها قبل عن نعدلها. بحاول اني احط عليها شوية تعديلات. هي باروكانج اي واحدة هذا؟ ضروري اني اسوي لها ازالة. ليش ما قادر اني اتحكم بالسفينة؟ هل هذه هي عملية الاصلاح ولا عملية التتبع؟ ما قادر اغير اي شيء في هذا. اتوقع هذه عملية الاصلاح راح تكلفني، او في السفينة قيد الانتقال راح تاخذ مني 9 دقائق. بعد كذا اقدر اني اطورها واحط فيها بعض التعديلات. بوقف الفيديو لمدة 10 دقائق وبنرجع نكمل من هناك. إذن مثل ما انتم شايفين الحين باقي شوي ونشوف وش اللي بيصير بعد ما صلحنا السفينة. بنحاول مرة ثانية ان نرفع ليفل السفينة بعض الشيء عشان انها تكون متناسبة مع مستوى المصابة. معظم السفن اللي حاطينها احنا حاطينها مناسبة، بس هذا السفينة صار في اشكالية معاها. تقريبا ارتفع اوكي الحين صارت اوكي، خلص الوقت صح؟ الحين خلص الوقت. نروح نصلح السفينة ونحاول نعدلها، نزيد ونضيف في مستواها تقريبا. وينها هي هذا السفينة؟ عندي سفينة ثانية بالليفل. اوكي لو حطينا هذا بعد ما بنوصل 8، كيف اننا نقدر نرفع اكثر؟ الدرع اللي انا مستخدمينه هنا 130، بس عندي تقريبا 160 اللي مستخدمينه في البادو وكانج. طبعا الاثاث ما مستخدم شيء اظني. اوكي الاثاث بيرفعنا للليفل 8. خلاص نحط اي شيء لانه الكمبيوتر هو اللي بيتحكم بهذه السفينة، ففقط مجرد ما ان نوصل الليفل الموصى به ومن ثم نحط السفينة. وينها هذه؟ اوكي لان الحين ما اخترناها. هذه الاشكالية، المفروض انهم يسمحوا للاعب انه يقدر يعني يطور سفينة ما ماسك يعني الريل مالها، ما يتحكم فيها.
بس معلش خلاص الحين فقط ان نروح هنا ونسوي ان السفينة هذه هي اللي تكون في هذا المصنع. الحين دخلنا استحواذ نفس الاستحواذ القديم اللي تعودنا عليه. يعطيك اشعار هذا الليفل كم تحتاج؟ اوكي ليفل 9. راح انزل فيديو قادم ان شاء الله عن كيف انك تقدر تطور هذا السفن الصغيرة وتوصلها لليفل على الاقل مقبول، ليفل 10، ليفل 9، ليفل مقبول او ليفل 8 تقريبا. هذه شوف ليفل 7 ممتازة، فهذا كلهن تحتاج يمكن ليفل 7، يمكن هذا حتى ليفل 5 تقريبا لانها قريبة كثير من سانتين. فراح انزل فيديو ان شاء الله اتكلم فيه عن كيف انك تقدر تلفل ليفل سريع، الليفلات يعني الادنى تلفلها ليفل سريع. طبعا البدو وكانج اول ما تستخدمه يكون على ليفل 5، فبنزل فيديو ان شاء الله كيف انك ترفع من الليفل 5 الى الليفل 8 او ليفل 9، يعني حاجه في هذه الحدود. هنا نهاية المقطع، ما تكلمنا فيه كثير، تكلمنا فيه عن المصانع اللي تتغير أو يتغير فيها الليفل. حتى الدروع تقدر تحصلها من هذا الميشن، السرقة الأسطورية تعطيك بعض الأحيان دروع. أتمنى أنكم تضغطوا على زر السبسكرايب، زر اللايك، تابعونا، تابعوا القناة وتكتبوا لنا في التعليقات وإيش الحاجات اللي تريدوا تشوفوها نتكلم عنها في المستقبل. تكلمنا عن معظم الحاجات الجديدة في عملية الاستحواذ. تبقى لنا هذه الهجمات اللي تجي على المصانع والليفل اللي يتغير في المصنع الحين تكلمنا عنه. نشوفكم في مقطع آخر والسلام عليكم.